مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من استوديو بيروت في مقر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب. في هذه الصالة تحديدا كان أمس اجتماع لقوى 14 أذار يمكن لإعادة النقد الذاتي، ومنذ أسبوع على بعد كيلومتر تقريبا حاولوا اغتيال سمير جعجع في استوديو بيروت الليلة. بعد محاولة اغتياله ودخول لبنان في مسلسل جديد من التصفيات والتوازنات السياسية، ماذا يقول سمير جعجع في ذكرى الحرب الأهلية وفي يوم العد العكسي لمهمة عنان؟ دكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، أهلا وسهلا وفينا نقول الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. على السلامة. الله يخليك سيد جزال. نحن بكرة ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، اليوم الساعة 6 الصبح مبدئيا وقف إطلاق النار في سوريا حسب خطة كوفي أنان. المواضيع كثيرة بس إذا بتسمح رح نبدأ بمحاولة اغتيالك الأسبوع الماضي. من برأيك هو يعني صاحب المصلحة حاليا لمحاولة اغتيالك؟ هل غيرت نمط حياتك؟ شو صار؟ طبعا غيرت نمط حياتي، غيرت نمط حياتي بمعنى أنه أخذت كل التدابير اللازمة تما يعود بإمكان الجهة التي تقف وراء عملية محاولة الاغتيال أن تتمكن من جديد أن تقوم بمحاولة حتى ثانية. طيب بما يتعلق بالجهة، طبعا منا جهة شخصية، يعني ما بتصور بنت جيران أو مختار القرية هون أو رئيس البلدية هونيكي، طبعا مش هيك جهة سياسية. الزهرة لمين؟ يمكن كنت عم تقطف الزهرة لحدا. ما لحد أقطفها، كنت عم بقطفها لستريلا طبعا. هلأ طبعا جهة سياسية من وراء نوعية العملية، من وراء الاحتراف الموجود، من وراء الأدوات المستعملة، جهة محترفة، جهة كبيرة، يقدر عدد المشتركين أقله بست أشخاص. فإذا جريمة منظمة، جريمة مركبة، مش انه هيك شخص معه فرد 6 ميلي على خصره وسحبه وقوص فيه. بما يتعلق بالمكان يلي حصلت فيه الحادثة، هذا يستلزم مراقبة طويلة المدى، يعني على بعد 3 او 4 كيلومتر مثل ما شايف المنطقة هون كيفية، ولفترات طويلة جدا. فإذا هاي بما يتعلق بالنواحي التقنية، لأنه عندك عادة تمشي بهيدا الوقت المحدد أبدا من وقت لآخر عرضا تقلك قديش المراقبة. هلأ هاي بما يتعلق بالمعطيات العملية، وبالتالي فيك تستنجي مين الجهة ممكن تكون وراها. هلأ بما يتعلق بالوضع السياسي، طبعا بدك تشوفي مين عنده مصلحة بإزاحتي عن الساحة السياسية. من هونيك ورايح الاحتمالات صارت قدامك. قلنا مين؟ الفريق الآخر بلبنان، فريق لبناني، فريق إقليمي، فريق دولي. ما هو الأمور صارت متداخلة ببعضها بين لبنان وما يجري في المنطقة أصلا من 5 سنين ومن 10 سنين و15 سنة، أصلا من سنة 75 وطلوع. للأسف صارت أمور لبنان متداخلة مباشرة من وراء وجود أطراف لبنانيين على، مش على صلة، يا ريت على صلة، على صلة هينة، مندمجين بمشاريع دول إقليمية إن كان سوريا ولا إيران، وبالتالي صار الوضع اللبناني بأكمله يتأثر مباشرة بما يجري في الإقليم. حكيم، أنا واتصلت فيك هاتفيا قبل هالحلقة، قلت لك هل تعتقد أنه التحقيقات جدية؟ قلت لي نعم. ليش برأيك التحقيقات جدية ونحن منعرف إذا عم نحكي عن الفريق الآخر هو مسيطر على القوى أو أكثر القوى الأمنية في لبنان؟ ليش بدها تكون جدية؟ هل رح توصل لحدود سياسية مش لمصلحة هالأجهزة الأمنية للدولة أن تقول من؟ تقلك شغلة سيد جيزال، أنا متأكد على سبيل المثال الحسم، متأكد أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جديين بالموضوع. أنا متأكد أنه قائد الجيش واللواء ريفي والعميد وسام الحسن أكيد جديين للآخر بالموضوع. أوكي، لحد هوني؟ نعم. أوكي، واكيد هودي ان كان على المستوى السياسي هالاشخاص او يلي على المستوى العملياني اعطوا الاوامر اللازمه وعم بيجربوا يتابعوا. هلا معك حق، من المنزول في اختراقات عديده في الاجهزه الامنيه، بس هذا لا يعني انه لا امل اطلاقا بتحقيق جدي. ممكن تكون في صعوبات بوجه التحقيق الجدي. ما تنسي على سبيل المثال للحصر باخذ موضوع داتا الاتصالات. طب معقوله بشغله مثل هيدي لحد هلا عم بتصارع الاجهزه الامنيه تتحصل على داتا الاتصالات؟ مثلا الاختراق الاساسي بهالموضوع يقع على هذا المستوى بالذات. بيقولوا لك على هذا يتعلق بخصوصيه اللبنانيين. يا خي وين مطرح صار في مشكله بخصوصيه اللبنانيين؟ اول شيء. ثاني شيء، قبل ما تنقذ لهم خصوصيتهم انقذ لهم حياتهم.
يعني تعطيك اتصالات بس لنفسر للناس انه هو رسم الخط حقيقه من شهر تقريبا عن الاتصالات اللي مثلا ممكن 15 صارت. واحد اول شيء تقول انه اذا الموضوع له علاقه بخصوص بخصوصيه اللبنانيين، ليش قبل 15/1/2012 ما كان عندهم خصوصيه؟ توقف اعطاء الداتا ابتداء من 15/1/2012. لك شو هلا تبلش يصير عندهم خصوصيه؟ طيب عظيم، من بعد ما توقف اعطاء الداتا اجى قرار من مجلس الوزراء يغطي هالتقصير هيدا بتاريخ 1/2/2012، يعني من بعد 15 يوم ما كان الوزير المعني وقف يعطي داتا الاتصالات، وشوي من بعد منها تقريبا بشهر وقعت عمليه الاغتيال هيدي، مين بتحمل المسؤوليه؟ فاذا اذا في من اختراقات بالدرجه الاولى على المستوى السياسي، هي على المستوى السياسي مثلا هذا اختراق كثير كثير كبير وهذا يعيق التحقيق، مزبوط. فاذا في مكان ما معك حق انه كيف ممكن يكون تحقيق جدي بوجود هيك حكومه وبوجود حزب الله وحلفائه وحلفاء سوريا في لبنان يسيطرون على القرار السياسي وعلى ما استطاعوا ان يسيطروا عليه من الاجهزه الامنيه، بس في مكان اخر بضل في لبنانيين وعنده النيه طيبه وعم بيحاولوا، طبعا الحظوظ بتصير اقل بس برضه بدنا نجرب نحن بهالحظوظ الاقل نوصل لنتيجه. حكيم، بالوسائل الاجتماعيه السوشيال ميديا طالع انه السلاح هو سلاح، بدك تصحح لي انا اسماء السلاح ما بعرفها، شتاينر بفتكر انها استعملت في حرب 2006 من قبل حزب الله ضد الاسرائيليين، في معلومات دقيقه ولا كله حكي اشاعات وحكي؟ أنا بتسمحي لي بتأسف جدا إنه عندنا الخصوم السياسية ما بعود إلى حدود، يعني إلى حد إنه خصمك السياسي مستعد يحكي شو ما كان، مستعد يتفلسف شو ما كان، مستعد يطرح شو ما كان، بس إنه هو خصمك السياسي، يعني ما حدا بيتحلى، يا ريت أخصامنا السياسيين بيتحلوا بحد أدنى من الموضوعية السياسية، من الموضوعية بس، ويكفوا خصومتهم السياسية، هذا شيء وهذاك شيء آخر مختلف تماما. لحد هلا ما زال التحقيق ما قدر يقدر إذا 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 عيار الرصاصة هي 12.7 ولا 14.5، يعني بعد الحديث هلا ما نعرف، هي هن عرفوا بواسطة الناس اللي عندهم إياها بالسوشيال ميديا على إنه هيدي هي شتاينر وهي موجودة هون وهي مش موجودة هون، ما زال عيار الرصاصة بعد محيرين أي عيار بالضبط وأي نوع بنادق بالضبط استعملت، في من هالبنادق روسية الصنع، في من هالبنادق أمريكية الصنع، في من هالبنادق صينية الصنع، في من صنع عدد الدول، وبالتالي كل هذا كل هذا لا يعني شيء. في كثير مقالات صارت على محاولة اغتيالك، في يعني الكاتب خير الله خير الله كاتب امبارح انه من يريد قتل سمير شعشع، شبه الحادثة ب حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. اليوم سكارليت حداد بالأوريان عطي ثلاثة ايبوتيز منهم انه ممكن يكون تهديد، ممكن يكون مش صحيح مفبرك، وممكن انه يكون وانه ممكن يكون يعني محاولة اغتيال جدية، ولكن لعدة اسباب. ناس بتقول لانك كبرت كثير حكيم، يعني ما عدت الزعيم الميليشياوي. خليني اعلق جزء صغير من يلي الصحفية سكارليت حداد مع احترامي لها، لما معها حق تقول هيك، يعني اذا هي ما بتعرف انا بعرف. محاولة جدية ومش رسالة، محاولة جدية وليس مش رسالة. واضح. هل لأنك صرت زعيم وطني كثير من الطوائف معك وخاصة الطائفة السنية، يعني في حلف بينك وبين زعماء السنة، هل لأنك زرت المملكة العربية السعودية وقطر واستقبلت منيح من الدول العربية، هل لأنك وضعت نفسك في قلب الربيع العربي؟ يعني لماذا برأيك؟ بعد في سبب، بعد في بعد في واحد رابع، شو بعد في واحد إضافة. هل لأنه وضعت المسيحيين في قلب الربيع العربي؟ هذا عامل مهم جدا جدا، يعني في معركة، في مواجهة على كل شيء بالشرق الأوسط بالوقت الحاضر، من الجملة على المسيحيين، في ناس عم بيشدوا فيهم تيزتون على قارعة الطريق، على قارعة طريق الأحداث، ويخلوهم برات ويخلوهم مثل ذميين ومثل كانه على طول بحاجه لمين يحميهم ويلقطهم بايدهم وهو ياخذهم من بيتهم على شغلهم ومن شغلهم لبيتهم. وفي نظريتنا نحن يلي بتعرفي شو هي. وفي نقطه خامسه كمان، انه هل لانه بالوقت الحاضر انه جماهير 14 اذار هيك بتاخذ روح فيك ومستمره بالوقت يلي ظروف قاهره خلت انه الرئيس سعد الحريري يضطر يكون برا، وخلت واخرين من زمان قولي ابتعدوا عن 14 دار، فاذا فيها مجموعه الاحداث، فيها مجموعه النقاط. جوابي بكل بساطه
مثل ما بقولوا بالانجليزي all of the above. مظبوط انك خايف على وليد جملات؟ هلا بقراءتي انا لعقل الفريق الاخر ايه بقراءتي لعقله وكيفيه تصرفه امبارح شفنا شو صار انه ما لنا شغله بعيده مش عم نحكي عن تاريخ 100 سنه ايه جديا الا اذا اعتبروا على انه الانتقام طبق يؤكل باردا يعني مش اولويه هذا موضوع ثاني ايه انه موضوع اخر وانه بالوقت الحاضر انه ايه اذا قتلناه ولا ما قتلناه ما راح تاثر شيء بالاوضاع عم يشوفوا بالوقت الحاضر وين ممكن يعملوا شيء يأثر بالأوضاع. لكن نحن بهي الصالة صار مبارح اجتماع قوى 14 أدار هون كاتبين صامدون على الحيطان في يمكن إعادة النظر بالأمانة العامة بشو صار بشباب 14 أدار بالمجتمع المدني أنا ما رح فوت بالتفاصيل بس لفتني أشياء اليوم صار نشرتها الصحف بتقول أنه في حديث عن تحرك شعبي لمساندة سمير جعجع وأنه سمير جعجع رأيه هلأ مش وقته أبدا ليش في تحرك شعبي يعني شو يعني تحرك كان بده يصير تحرك شعبي نعم كان بده يصير بتعرفي مثل العادة يعني كما جرت العادة في هكذا ظروف بينزلوا الناس على الشوارع بصيروا يعبروا عن غضبهم بصيروا يعبروا عن كذا بصيروا يعبروا عن كذا كتر خير الله القوات اللبنانية حزب منظم جدا جدا يعني إلى أبعد حد يمكن البعض هلأ صار عم بعيب علينا هيك وبالتالي جديا صحيح ما, ما, ما حدا بيتحرك حركة انه مش هيك انه ايه نزلوا الشباب على الارض لا مش هيك او نزلوا الناس على الارض من اول لحظة اول شغلة عملتها يعني بس شفت بالضبط شو عم المحاولة وشو مدى جديتها لانه قلت بدنا نتفرغ تنحل المحاولة وتنلحقها وتنحل عم بصير فيها بكل صراحة اهتمامي اذا بدك اول كم ساعة او اول كم يوم شو كانوا نلاحق الفاعلين يعني لانه شي وحده من هالجرائم لازم لازم نحط ايدنا مباشره على كل تفاصيل تنفيذها وهذا راح نضل نجرب نعمله طبعا من خلال الاجهزه الامنيه المعنيه وبالتالي تغري قلت الامان العام بحزب القوات اوعى حدا يتحرك بمطرح لانه بعرف التحرك بهالايام شو ممكن يجر وراه وكيف ممكن يكون عدا عن انه ما توخزيني منا بحاجه لفوره تا انه نقول انه صارت محاوله قلت انا جاي الوقت بنعمل لها التعبئه السياسيه اللازمه والتظهير السياسي اللازم وفقط لا غير هلا رجعت على ضوء قد ما صار في يعني في منطقه ما قدرت الا ما اعطيتهم اذن بشغله صغيره محدوده هي زحله قد ما الحوا وبالفعل السبت الماضي تجمعوا عملوا نوع من هيك نوع من تجمع صغير بزحله وبقت ما بقى لا وقفناها كلها سوا اذا بتسمح حكيم رح نتوقف لحظات ونرجع نحكي عن الحرب اللبنانيه وما يحصل في سوريا اوكي نعود الى برنامج استوديو بيروت وضيفنا هو رئيس حزب القوات اللبنانيه دكتور سمير جعجع من مقره في معراب حكيم رح نشوف ماذا قلت سنه 2008 في قداس شهداء القوات اللبنانيه عن الحرب الاهليه اللبنانيه اللي غدا 13 نيسان بيصادف ذكرى اندلاعها في هذه المناسبة الجليلة وبقلب متواضع صاف وبكل صدق وشفافية أمام الله والناس أتقدم باسمي وباسم أجيال المقاومين جميعا شهداء وأحياء باعتذار عميق صادق وكامل عن كل جرح أو أذية أو خسارة أو ضرر غير مبرر تسببنا به يعني من الصف الأول من القيادات يمكن أنت الوحيد اللي اعتذرت بهذا الشكل العلني عن الحرب الأهلية اللبنانية سؤالي هو حكيم هل تعتقد أنه ما يحصل في المنطقة أو خلينا نقول حدنا لتكون الأمور واضحة أكثر في سوريا والانقسام الداخلي هل لبنان سيعود إلى صراع داخلي؟ ما بعتقد صراحة ما بعتقد لأنه
لأنه على الأقل على الأقل على الأقل يعني في فريق هو فريق 14 أدار وهلأ صار بخلاف ما البعض بفكروا هلأ صار أكبر من الأول انطلاقا من ممارسات الفريق الآخر وانطلاقا من ثورات العربية وانطلاقا من الفساد يلي بين من الفريق الآخر مع استلام السلطة انطلاقا من عوامل عديدة. بالرغم من كل ما لحق فينا نحن من هيك من 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 شو بيقولوا كبوات هنا وهناك، فلأنه هالفريق يلي بالوقت الحاضر أنا برأيي أكترية بالشعب اللبناني مصر على الحفاظ على سلم الأهلي ولو بعض الأوقات على حسابه هو. يعني أنت ما بترجع بتحمل سلاح؟ بالمطلق أكيد لا، على الإطلاق. وبتصور في حد أدنى من الدولة اللبنانية، يعني حتى لو بده يصير في ضغط على الدولة اللبنانية ما بقى ممكن تفرض مثل ما فرضت سنة 75. وهذا اللي خلينا نحمل سلاح. في البعض بفكروا انه اللي حملوا سلاح سنة 75، في البعض منهم لا عن سابق تصور وتصميم، لانه كان عنده النية انه يقلب الوضع القائم، هذا ما كان ضرورة. اما في البعض الاخر فمكره اخوك لبطله كان، نحن كنا اللي كان مكره اخوك لبطله. طبعا هلا في حد ادنى من الدولة اللبنانية بأسوأ الحالات بتضل قادرة ضابطة الوضع على ما هو عليه. هلا ما بخفيك ان وجود الفريق الاخر مثل ما هو موجود بكل ترسيناته بكل سلاحه بكل طريقته بالشغل يعني عم بيعيق العمل الديمقراطي، ما عم بيخلي العملية الديمقراطية تاخذ مداها. ما لنا شيء مستعدين نطول بالنا شهر واثنين وسنة واثنين وثلاثة والعملية الديمقراطية ما عم تاخذ مداها على انه نوقع بالمحظور. طيب حكيم، عم تحكي عن العملية الديمقراطية، وخلينا نقول مهما يعني جرى في سوريا، هل ما زال الطائف ملائما للبنان؟ هل في حال تغير فيه بسوريا رح تقعدوا على الطاولة وتبحثوا نقاط الخلاف بين كل الأفرقاء اللبنانيين ويكون في طائف آخر، أم الطائف هو الدستور اللبناني اللي على أساسه لبنان سيقيم دولة ديمقراطية إن شاء الله؟ سيد جيزان، أنا من الأشخاص يلي جاهز كل الأوقات للتباحث والبحث بكل شيء، يعني ما في شيء بهالدنيا مقدس. بس حسب ما أنا بشوف، حسب ما أني شايف، ما في بديل بالوقت الحاضر أقله عن مرتكزات والنقاط الرئيسية والمبادئ والأسس تبع اتفاق الطائف. ليش نعذب حالنا؟ يلي عنده بديل يطرحه وبعدين بنشوف. يعني ما عم بقولوا إيه خلينا نغير اتفاق الطائف، طب بنغيره وعطينا تشوف شو البديل اللي عندك. أنا رأيي يلي عندهم بديل، أنا ماني شايف في بديل مهم. طبعا اتفاق الطائف بده بعض هيك الرتوش، بده بعض العمليات التجميلية لا عمليات تجميلية هنا وهنالك. ما بعطيك مثل صغير، طب معقولة بما يتعلق بالقرارات الحكومية انه وزير يكون عنده صلاحيات اكثر من رئيس جمهورية، يا انه تسري المهل على الجميع يا انه ما تسري على رئيس الجمهورية. هلا مثل ما حطينا تسري المهل على رئيس الجمهورية بس، وخي معقولة الوزير تعرفي انه هلا اذا مجلس الوزراء طلع قرار في الوزير يحطه بجراره ما في مهل تيمضي، ما عنده مهله. رئيس الجمهورية عنده مهله، طيب يا مهل على الجميع يا ما في مهل على حدا. عم بحكي من الجمله بس هي تفاصيل. هلا اللي عنده مشروع بديل عن الطائف يحطه على الطاوله. طيب انتم اذا بدكم تقعدوا على الحوار، في شرط بانه النظام السوري يجب ان يسقط لتقدروا تقعدوا على الطاوله مع الناس، او تقعدوا هلا على الطاوله؟ ابدا ما لها علاقه، بس موضوعيا الفريق الاخر ما راح يقعد على الطاوله بشكل فعلي وجدي قبل ما يسقط النظام بسوريا، ومش بس قبل ما يسقط النظام بسوريا وقبل ما يسقط السلاح من ايده كمان. حكيم، مثل ما قلنا اليوم الساعة 6 الصبح اعلن بانه صار وقف اطلاق النار في سوريا، رغم انه خلينا نقول سايتات الثورة او هيئات التنسيقية للثورة عم بيقولوا انه ادلب تتعرض للقصف وما زال هناك وزبداني وهناك تفجيرات. انت بتعتقد هل انان لانه عنده هذا الدعم الدولي وروسيا والصين والى اخره، هل يستطيع ان ينقل الازمه السوريه من صراع السلاح الى الطاوله السياسيه؟ ابدا. ليه؟ ابدا، لانه باللحظه يلي ببطل النظام يستعمل فيها العسكر بيسقط فورا. يعني برهان غليون قال اليوم بدي اطلب يكون في تظاهر سلمي وان تدخل كل وسائل الاعلام. ليش بيسقط؟ بصير في تظاهر وبيكون صير في تظاهر مضاد. بس جيزاب بدي ذكرك انه اول ما بلشت الثوره بسوريا هيك بلشت، كان في تظاهر. إيه وليش بعدين بلش يوسع التظاهر؟ لانه التظاهر بحد ذاته كان رح يوصل الى اسقاط النظام، وهي الطريقه الوحيده اللي النظام قدر يرد على حاله فيها. ولو مزبوط النظام مثل ما بقول هو انه عنده الشعب وعنده الشعب يوقف كل شيء هلا ويلجا الى استفتاء. طيب شو بتتوقع حكيم؟
يصير بسوريا؟ للأسف بتوقع أنه تستمر الأزمة لفترة مش كتير بعيدة، إلا إذا جد طارق على موقف بعض الدول الأجنبية وقررت أنه تتصرف بـ 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 بوضوح أكبر. قايل بصحيفة أو بالمؤتمر الصحفي، قايل أنه بتتوقع سنتين. لا هيدي امبارح بالاجتماع. نعم. قايل أنه يمكن طول هالأزمة، يعني ككل عم بحكي، أنه يمكن تاخد أشهر بعد أو سنة أو سنتين، مش بالتحديد بس الأزمة السورية، عم بحكي عن أزمة المنطقة كلها سوا، الأزمة السورية والأزمة النووية الإيرانية على بعضهم. بس طبعا مثل ما شايفها هلا طويلة، قديش طويلة ما حدا في يقدر بالضبط قديش طويلة، لأنه كل يوم في مستجد على الساحة الدولية. تتوقع ضربة لإيران؟ صراحة موضوع ضربة جوية، تنعرف عن شو يعني، مش حرب على إيران، موضوع ضربة جوية مطروحة بشكل جدي. هلا إذا بترجع تصير ولا ما بتصير ما بعرف، أنا شخصيا ماني بموقع أقدر أقدر، بس إنه الموضوع جدي، مش 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 إنه هيك يعني احتمال بنسبة 1% أو 3%، لا احتمال جدي موجود. هلا بيرجع بيصير ولا لا ماني عارف. وبتتوقع حرب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية؟ أي ضربة عسكرية إسرائيلية أو غيره على إيران للأسف بتقديري سيليها حرب على لبنان، راح تكون حرب كبيرة ومدمرة. سؤالي الأخير حكيم، كيف بتشوف المشهد السياسي في المشرق العربي من هلأ لسنتين ثلاثة؟ كيف ترى التغيرات؟ أول شيء وأنتوا وين راح تكونوا؟ أول شيء ربيع، نحن كتير منيح، أنا برأيي بخلاف البعض بفكوا، كتير منيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه هذا راح يكون مخاط طويل، يمكن سنة اثنين ثلاثة يمكن أربعة وخمسة كمان، بس هذا مخاط بالاتجاه الصحيح. هلأ خلال المخاط راح يكون في ألام ولادة كبيرة، أنا من مش البعض بفكر أنه هيدي خافي علي، أبدا مش خافي علي، بس ألام المخاض مش معناتها أنه منروح على الولادة، لا، بدنا نتحملها مش أنت نقدر نوصل على الولادة. فإذا شايف سنة 2 3 4 5 مثلا ليك اللي عم بصير بمصر هلا، تماما مثل ما أنا شخصيا توقعت الأمور، عاجلا أم آجلا المواجهة الكبرى بالشرق راح تصير بين المعتدلين الليبراليين يلي بيؤمنوا بالحرية بكل معناها وبالديمقراطية، وبين الفريق الآخر ما بعرف شو بدي اسميه، بين متعصبين أو متطرفين أو أصوليين أو تقليديين أو اللي بدك إياه، بدون ما أكون عم بستعملها بمعنى سلبي، بس إنه هو الفريقين وأكبر دليل اللي عم بصير بمصر بالوقت الحاضر. فإذا عندنا مخاض طويل، بس ما عندي شك لحظة إنه بنهاية المخاض رح نوصل إلى شرق حر بتاخذ اللعبة الديمقراطية مداها فيه، وهيدي بتكون بداية قيامة الشرق الفعلية وبداية قيامة المسيحيين يمكن كمان، كل الناس خلص بتسري هاي على كل الناس. اتصل فيك البطرك حكيم؟ اتصل فيه المطران سياح من قبل البطرك. دكتور سمير جعجع، شكرا لوجودك معنا، بدي اقول لك كمان الحمد لله على السلامة، يعني الله نجى لبنان من اغتيال آخر. شكرا للمشاهدين لوفائهم، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل.